تعجل بحوائجك. قال الإمام العسكري عليه السلام: ارفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم رزقا جديدا. واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه. فما أقرب الصنع من الملهوف، والأمن من الهارب المخوف. فربما كانت الغير نوعا من أدب الله، والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، فإنما تنالها في أوانها. واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيارته في جميع أمورك يصلح حالك. ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط.